خلينا بقى نتكلم برضو عن بطولة مهمة جدا هتنطلق بكرة بإذن الله الأربع، هي أولى مباريات بطولة استادات الدولية لكرة اليد تحت 20 سنة، ودي هتكون نسختها الأولى على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وبتنظم البطولة شركة استادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة هنا اليد، مشاركة برضو منتخبات هنا عندك يعني مصر والمجر ورومانيا، وهتقام البطولة لغاية 13 يناير، وهتقام في نفس التوقيت من كل عام بإذن الله، دي النسخة الأولى زي ما كنت بقول لحضراتكم، واستعدادا كمان لمنافسات اللي هتاخدها بقى هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة هنا منتخب مصر تحت 20 سنة في بطولة إفريقيا، ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا كمان بيأتي في بطولات هنا أوروبا، ده في ظل برضو تبني شركة استادات استراتيجية الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمل على كمان تمهيد الطريق أمام كل الرياضيين في جميع الرياضات وجميع الفئات العمرية بتوفير كافة الإمكانيات. فأعتقد برضو ده أمر مرتبط أكيد. بالخبر اللي أنت طب كنت بتقوله طب. فبالتوفيق، أعتقد يعني بطولة في نسختها الأولى لكن رائعة جدا، وأعتقد حتى نال برضو اهتمام كبير جدا من الإعلام والصحافة مش بس محليا. يا كريم انت بتتكلم برضو انه بتؤهلك وبترتبط بيه بطولات عالمية، فاعتقد ده امر جيد جدا برضو كشيء بيضاف للرياضة المصرية. طبعا اكيد اي مستجدات من الصنف ده اكيد بتسعد كل طبعًا. الناس، لان فيها صقل للمواهب وفيها اكتشاف لمواهب وفيها متعة بيدور عليها كل عشاق كرة القدم، فطبعا اكيد خطوة حلوة جدا، وان شاء الله يعني ينتج عنها خير الفترة اللي جاية بإذن الرحمن.